أنا لولا إن أنا عارفة إني ما ينفعش أسيبك في ظرف زي ده لوحدك مش هاجي هنا تاني. طب اتفضلي. أنا مش جاية لك بصفتي الأسيستنت بتاعتك لأني قدمت استقالتي خلاص. ومين قبلها؟ أنا مش مستنية حد يقبل. بلاش كلام فارغ يا أميرة. بكرة الصبح تكوني على مكتبك. لا لا ما بقاش ينفع. الموضوع بالنسبة لي منتهي خلاص. ومن إمتى بقى اللي بيشتغلوا معايا بياخدوا قرارات من نفسهم؟ أعتبرها أول وآخر مرة حد ياخد قرار كده. أميرة أنا مش بتكلم صيني. لما أقول لك بكرة الصبح تبقي على مكتبك يبقى بكرة الصبح تبقي على مكتبك. أنا مش جاية عشان شغل، أنا جاية عشانك أنت. عايزة أشوفك، عايزة أطمن عليك وأشوفك لو محتاج مني حاجة. أنا مش محتاج حاجة. أيوة بس أنا محتاجة، محتاجة إنك تصدق بجد. والله أنا مش عايزة أي حاجة منك، مش عايزة أبقى جنبك بأي صفة، بس خليني جنبك. أنا ممكن أعيش عمري كله على ندهة منك. بكرة الصبح تكلميني من على مكتبك. مش مستنية ندهة؟ أديني ندهت. لو ما كلمتنيش بكرة من على مكتبك مش هدور عليك، وهعرف إنك كذابة في كل كلمة قلتيها. الله خلاص بقى خلاص. تعال تعال. يا خبر ابيض، كل ده حصل؟ طب وهي فين دلوقتي؟ طيب يا حبيبتي اطلعي انتي نامي وانا اشوف هي راحت فين. لا يا روحي انا لسه عندي شويه شغل اخلصه واجيلك على طول. اوكي بوسي لي نفسك انت لغايه ما اجيلك واقطعك بوس. يلا باي يا حبيبتي. رنا بقولك ايه يا روحي، تعرفيش بابي كان بيكلمها في ايه؟ طب يا روحي خدي بالك من نفسك. باي. رجعوا الحاجات والكمبيوترز اللي خدوها الصبح من بدري. انتوا اول ما نزلتوا بعديها كده مش بكتير رجعنا كل حاجه مكانها. طيب بس احنا طلع معانا حد واصل قوي. ليه؟ هو انت كنت فاكره ما كنتش هعرف احلها من غيره؟ لا اكيد طبعا. هي دي بشم هوا، كرهتيني في ام الهوا اللي في البلد يا شيخه. هي مين دي ومين غيرها اللي بتجيب لي على طول وجع دماغ؟ مريم. طب خلاص روقي انا فاضيه. مينفعش، ما برضه حرام اللي انت عاملاه في نفسك ده. يعني انت جايه من بره مبسوطه ونفسك مفتوحه للشغل وهيتسدد والحمد لله. كنت مبسوطه، ما هو في ناس كده بيكرهوكي في عيشتك اول ما تيجي سيرتهم. طب لو سمحتي روقي واهدي عشان في موضوع مهم كده لازم تعرفيه. طب اصبري عليا شويه لحد ما اشوف ايه اللي حصل في البيت. طيب ماشي كده رايح فين؟ دريم بارك؟ تعال يا خفيف عشان مراجيح جوه بايظه. ايه؟ يعني ايه؟ يعني مش هينفع تدخل لها دلوقتي. ايه؟ عشان بتتخانق مع دبانوش. او ماي جاد او ماي جاد. نو انت لحقتي تنكدي عليها؟ انت كانت جايه الصبح والمود بتاعها كان ممتاز. الظاهر مريم اختها نكدت عليها. مريم؟ مريم مش كفايه اللي بيعملوا فيها عمها؟ حس على دم اللي مخليه فينك ورد على تليفونك بس بناش كده من الصبح. معلش انا اسف. وانا بقول لك كده عشان تقول لي معلش انا اسف. خش
اصبر انا عندي ليك مفاجاه. انما ايه اللوز؟ فلوس فلوس ايه دي؟ ملبن باللوز. مين دي؟ شفت المفاجأة الحلوة؟ هبقى أنا هنا ساعتين ومش عاوز تبعت لك مسج ولا مخليانا احنا نبعت لك مسج عشان قال ايه تعملها لك مفاجأة. في مفاجأة احلى من كده يا هد؟ تعال اقعد مع بنت عمك عشان تحكي لك الحكاية. تحكي لي يا ماما حكاية جوازها من الصايع الضايع اللي كان هنا. اسكت. مش طلعت عاوزة تتطلق؟ تتطلق؟ تتطلق ولا ما تتطلقش يعني حاجة ما تخصنيش. معلش يا مريم ما كان نفسي اقعد معاكي بس انت عارفة انا بيبقى عندي شغل بدري. معلش بعد اذنكم صباح على خير. انت رايح في ايه؟ رايح فين انت؟ انت سايبنا وماشي؟ مجنون انت؟ ممكن تسيبني في حالي؟ لا مش هسيبك في حالك. ما تنشفش دماغك. خش اقعد مع بنت عمك. ايوه تعال اقعد مع بنت عمك. بنت عمي دي في عصمة راجل تاني مش كده ولا ايه يا مدام مريم؟ وفي ايه يعني؟ وانا بقول لك خش اغتصبها. قال انت؟ الله البنت اتجوزته في لحظة ضعف. ايوه ودلوقتي ندمانة. مش انت حبيبتي ندمانة؟ اه شفت قالت ندمانة. نسيبها احنا بقى ونطنش ولا نقف جنبها ونساعدها؟ وخصوصا انها ملهاش حد في الدنيا غيرنا يا واد انت. ما انت عارف اختها ما بتدورش الا على مصلحتها وبس. بنتي مش هتقعد معاكوا اكتر من كده. بنتي هاخدها بالذوق او بالعافيه. لا انا هاخدها بالمحكمه. محكمه قال هبل هو. جمال أمك ما بتردش. أخ لو تسيبني أرد عليها وديها في جنبها. تبقى عبيطة. إحنا لو ردينا هنفتح باب للمناقشة وأنا قفلت الموضوع ده خالص. والنبي إيه؟ فاكرني هبلة ولا عبيطة يا حازم؟ ولا أكتر فيل على باب الشقة بره؟ والرسالة يا خان اللي انت لسه بعتها لها من دقيقة ايه؟ الرسالة ما فيهاش غلط وحجم مش زي الكلام. وانت يعني فاكر انك لما ما تردش هي هتسكت؟ هتعمل ايه يعني؟ هتطب علينا زي القضا المستعجل. ده مش هيغير حاجة في اللي انا ناوي اعمله. اللي ناوي تعمله من غيري من غير ما ترجع لي. احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده مليون مرة؟ وانت من يوم ما اتجوزنا وانت عارفة ان انا عندي بنت وهتيجي تعيش معانا هنا. اه يا حبيبي ده بعت سند الحضانة مش دلوقتي. اما تبقى عروسة حلوة كده هو تعرف تخدم نفسها. ما تنساش ان انت بنتك عيانه ومحتاجه رعايه وانا بصراحه مش فاضيه لها. هبقى اجيب لها شغاله. عادي بسهوله تجيب لها شغاله. وانا اللي خدمك طول عمري وشقيانه في شغل البيت عمرك ما فكرت تجيب لي شغاله. جرايه وسام انت بتقولي شكل البيع. لا يا حازم مش انا انت اللي بتقول. جرايه يا حازم ما كنا ماشيين كويس كل حاجه بالاتفاق. ايه اللي شقلب كيانك ودخل في دماغك ان بنتك تيجي تعيش معانا؟ يعني انت مش عارفه ليه؟ لا عارفه ليه. عشان الواد الصايع اللي انت لقيته مع اختها الخرصه. بس ده ما طلعش غريب طلع جوز اختها. يبقى فين المشكله؟ انا اقول لك فين المشكله. المشكله يا حبيبي في الكلام اللي الواد قاله لك على اختها. صح ولا انا غلطانه؟ بقول لك ايه ما تخش تنام احسن. علي النعمه ولا موعدها ان انت النار قادت جواك ولعت جواك اما سمعت اسم نديم وجريت على المحامي عايز تعمل موضوع القضيه والحضانه وتاخد البنت. ليه ده كله ورقه ضغط يعني مش اكتر؟